خلينا نبدأ محاضرتنا عن توريت سيندروم. طبعاً توريت سيندروم هو عبارة عن disorder بنتج عنه repetitive movement و unwanted sounds، حركات يعني حركات متكررة لا إرادية متكررة، وحتى أصوات متكررة، تمام؟ فعلشان هيك بيكون في عندي نوعين للسيمتومز اللي موجودة في توريت سيندروم. طبعا هذا الديسوردر بالعادة بيبين بين عمر 2 لعمر 15 سنة، بالعادة بيبين على عمر 6 سنوات. هو منشوفه عند الذكور أكثر من 3 إلى 4 مرات من الإناث، تمام؟ وعادة أعراضه طبعاً هو ما إله شفاء، وعادة أعراضه بتتحسن مع الوقت، تمام؟ هلأ إيش أعراض التوريت سيندروم؟ أول شيء بيكون في عندي تكس، والتكس بتعرفه هو عبارة عن involuntary repetitive movement، هذه هي التكس طبعاً. فالتكس بيكون عندي إله نوعين، ممكن يكون عندي موتور تكس بالعضلات، وممكن يكون vocal تكس بالأصوات، بصير في عندي أصوات متكررة. هلا التكس هذا التكس هذا ممكن يكون سيمبل، اوكي، عباره عن sudden brief and repetitive tick involve limited number of muscle group، عباره عن حركه مفاجئه لا اراديه او صوت مفاجئ لا اراديه. وممكن يكون كومبلكس تكس، هو عباره عن distinct coordinated pattern movement involves several muscle group، لعده عضلات ولعده وعندي عده اصوات. فممكن التكس يكون سيمبل او ممكن يكون كومبلكس. طبعا هون في عندي اكزامبل على movement tick، اكزامبل على سمبل تك، مثلا الاي بلينكينج، مثلا رمشه العين، الهيد جيركينج حركه الراس، الشولدر شروجينج لحركه الاكتاف، الاي دارتينج، النوز تويتشينج، الماوث موفمنت، هاي سمبل تكس. الكومبلكس تكس مثلا مثل عندي بيندينج اور تويستينج، الهوبينج، النط مثلا، ريبيتد اوبزرف موفمنت، التاتشينج، السميلينج اوبجكت، هذا ايش امثله على كومبلكس تكس. هلا أمثلة على الفوكال تيك لما بيكون عندي سمبل، مثلا الكافينج، الثروت كليرينج، الباركينج، انه بصير في صوت هذا زي اللي واحد بيهوي، تمام. او ممكن يكون كومبلكس تيكس، مثلا ريبيتينج اذرز وورد اور فريزز، بعيد كلمات بيحكوها ناس ثانيين، او بعيد كلمات هو اصلا بيحكيها اكثر من مره، تمام. هاي امثله على الكومبلكس تيكس. هلا من الاعراض ايضا او اللي تابع على التكس، انه التكس فاري ان تايب فريكوانسي اند سيفيريتي، ممكن يكون خفيف وممكن يكون شديد. عاده التكس بتزيد هاي الحركات اللا اراديه سوءا مع القلق، ولما بيكون الشخص تعبان ممكن تحدث هذه الحركات الاراديه ديورينج سليب خلال النوم، ممكن تتغير اوفر تايم، تزيد او تقل مع الوقت. طبعاً بالعادة التكس بيورسن في بداية التين ايجر، تمام، لكنه مع الوقت it get better with time. هلأ إيش أسباب التوريت سندروم؟ التوريت سندروم بيقال إنه إله أسباب جينيتك، وممكن يكون كمان إله أسباب environmental، فهو اجتماع لجينيتك وenvironmental factor، لكن السبب الحقيقي إله غير معروف وغير محدد. يقال إنه إله علاقة أيضاً بالكيميكال ترانسميترز اللي موجودة في البرين، مثل الدوبامين والسيروتونين، إله علاقة بالدوبامين والسيروتونين. في عندي ريسك فاكتور للتكس، إنه إذا كان في عندي شخص بالعيلة مصاب بالتكس، ممكن شخص آخر ينصاب بالتكس. وفي عندي بينج أميل، لأنه هو من 3 إلى 4 مرات مور كومون بالميلز من الفيميلز. فالفاميلي هيستوري وبينج أميل يعتبر من الريسك فاكتور للتوريت سيندروم. هلا في عندي condition often associated with Tourette syndrome. هلا الشخص مثلا ممكن يكون عنده Tourette syndrome زائد attention deficit hyperactivity disorder، ممكن يكون عنده Tourette syndrome OCD autism و Tourette syndrome، ممكن يكون عنده